صدارت She's Our Queen ووصفت الجواد سيلفر موندي تخطف الصدارة وشعر لجهني بالبونغ وألفرتو سنة بفارق 10 أطوال عن الجواد She's Our Queen ووصفت محذو في الترتيب الثالث هناك كورت بويت عبد الرحمن بتال العتيبي ومؤنس السيابي صدر بشكل جميل وقوي للجواد بلا بوينت ملك السيد أحمد حسن المالكي لجهني وألفرتو سنة الوصافة ثنائية من الجهة الداخلية هناك الجواد محذوف مربط إنجاز وفي الترتيب الثالث She's Our Queen و Court Boy لا يزال في الترتيب الرابع والترتيب الخامس هناك سارانجي ملك مربط الغزالي الجياد بشكل سلسلة بقيادة الجواد بيلبونغ أحمد حسن المالكي للجهني ووصافة محذوف مربط إنجاز والترتيب الثالث She's Our Queen المهندس حسن عبد الملك إعازة كورت بويت في وضع جميل وجيد ويبدأ في الإعازات مبكرا تقلص المسافة محذوف يقترب من الجواد باللابونج اتجاها إلى المنعطف الأخير 400 متر على خط النهاية بالبونغ يبدأ بالإعازات والقادم محذوف مربط إنجاز والفارس سميل لا يزال في وضع اليد كورت بويت من الجهة الخارجية وتدخل للجواد سولتري ومن الجهة الداخلية سولتري تريز نبراس ريسينج سينديكيت وإيفان روسي ومحذوف من الجهة الداخلية أوفر رول قادم عبد العزيز صالح العتيبي والصدارة مع سولتري